أهلا بكم مشاهدينا إلى استديو الإخبارية، والبداية بالعناوين. توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بين المطرقة والسنتر. خطى حثيثة ليكون عنصرا في تنمية المجتمع. تزايد أعداد الموظفين المواطنين من ذوي الإعاقة دليل على تزايد اهتمام الدولة وإتاحتها فرص العمل أمام ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات التي شهدت إطلاق الدورة الأولى من استراتيجية الحكومة. مشاهدة التقرير التالي. ترتيب حلو وانك احسن بدك وعيك وعيك كامل وترتيب حلو وفي كلام بدك وانت معك صح؟ وانا في كل كلام كل عوايك اللي عندي. طيب انت مبسوط اول مره تشتغل؟ كثير جبت تريح انا هون بعد بسوق. طيب اول مره تشتغل؟ بس انا هون بعد بس مدتها عندي كم يوم؟ كم يوم تجي في الاسبوع؟ اسبوع هذا يومين يومين في الاسبوع. بس كيف شايف الشغل؟ يعني صلح حلو وترتيب احلى شيء، يعني ما صلح احلى شيء. أدب روح أدب لي لي وأنا نايمة بقول بقول. أنت مبسوط طيب؟ إيه مجهول وهذا ولا ولد عمي ما شاء الله هذا ودع جمال بيد أبيب وأنا منه بيدا. أنت مبسوط هنا؟ إيه مجهول أول مرة ما شاء الله. إيه كيف المدرسة؟ بعيدة كويسة. إيه؟ هم جابوكم هنا؟ ايه هو دابي. إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. إيه والله وش تحب تقول له؟ شكرا. ايه الله عافية. احنا في بندا لان تحت تدريب نشتغل نرتب المعلبات زي ما هي، الأغراض زي ما هي عشان الناس يجون ياخذونها، عشان إذا لقوا شيء مكانه ياخذون على طول يروحون يحسبون. الوضع هنا تمام وأوكي، وكاد رتب كل خضروات وفواكه، والقسم الثاني خضروات موز ليمون ودقال. حبيت العمل، كل الساعة 6 أكون في مدرسة، الساعة 10 ونص في بندة. كل يوم أنا والشباب مستمعين ننظف الأغراض،
الساعة 11:30 يكونون في مدرسة عشان سواقين والآباء يأخذون ودون البيت. أقول بصراحة يا أولياء الأمور لا تتردد من تدريب ابنك أو توظيفه في سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. الطلاب من هذه الفئة بصراحة يعني قدراتهم عالية ومتمكنين، لكن يبغى لهم يعني بعض الإشراف وبعض الملاحظة وبعض الاهتمام، كذلك المجتمع يبغى له يكون تصوره تصور إيجابي من هذه الفئة. أنت شايف نشتغل ونتعب ندور فلوس ونبغى نعيش، ما نقدر. ليش ما نقدر؟ المثل يقول يد واحدة ما تصف. إذن مشاهدينا الكرام، موضوع هذه الحلقة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، سنتحدث مع ضيفين كريمين هنا في الاستوديو، الأستاذ أنور السقعبي مدير مساعد مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بإدارة التعليم الرياض. أهلا بك أستاذ. الله يحييك. يا أهلا وسهلا أخي أحمد، الله يحييك. أيضا معنا المهندس منصور الشثير رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف. أهلا بك مهندس منصور. أهلا بك أخوات مشاهدي الكرام. أيضا أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، وأبدأها معك أستاذ أنور. دعنا نتحدث في البداية عن من هم يعني الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة التي بإمكانها العمل في سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكرك أخي أحمد على الاستضافة وأشكر القناة الإخبارية. طبعا إذا جيت لي أنا كتعريف رسمي أو تعريف شخصي، أنا التعريف الشخصي أقول أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة هو قادر على العمل بغض النظر عن إعاقته، لكن كيف نكيف مكان العمل لهذا الشخص. فبشكل عام نستطيع إذا كيفنا البيئة المناسبة للطالب أو للشخص المعاق فهو يستطيع العمل. يعني دائما النظر أن نقول والله هذا ما يستطيع وهذا يستطيع وهذا ما يستطيع. الآن شفنا بالتقرير قبل شوي بعض الطلاب اللي عندهم طلاب التربية الفكرية وبعضهم عندهم الداون سيندروم أو المتلازم الداون يستطيعون أن يعملوا، وجتنا يعني أخبار كثيرة من مدراء السوق بأنه فعلا عندهم قدرة على العمل بشكل كبير. لذلك متى ما هيئ للطالب أو للشخص من ذوي الإعاقة المكان المناسب والإمكانيات المناسبة اللي تناسب قدراته فهو قادر على العمل. نعم جميل. مهندس منصور، بالنسبة لكم ك يعني لجنة حكومية أو شبه حكومية تحاولون توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي المعايير التي لديكم تطبقونها على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن خلالها يمكن، أو دعني أسألك بشكل آخر، تعريفكم لذوي الاحتياجات الخاصة الذين من الممكن توظيفهم في سوق العمل؟ والله شوف، هو ما في تعريف نظام العمل للمعاق، ولكن في الحقيقة هو عرفت الأنظمة الدولية ومنخفضت قدرته على العمل لأي اختلال موجود فيه. جميل. لكن هل منشآت القطاع الخاص توظفه ولا ما توظفه، هذا يرجع لتصنيف وزارة الشؤون الاجتماعية. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها تصنيف بمختلف أنواع الإعاقات، وتحدد عن طريق التواصل الإلكتروني مع وزارة العمل من هو القادر على العمل منهم ومن هو الغير قادر على العمل. فبعض الإعاقات أو كثير منها تصنف الوزارة مثل التوحد أو الطفل المنغولي أو أشياء زي كذا، لا تصنفهم للأسف الشديد وزارة الشؤون الاجتماعية على أنهم قادرين للعمل، بينما نشاهد كما في التقرير وفي الحالات كثيرة أنهم قادرين للعمل. فصاحب العمل إذا تعرف أو تقدم إليه أحد الأخوة المعاقين فإنه يقوم بالاستفسار عن هذا المعاق عن طريق رقم البطاقة حقته في موقع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويتأكد أن هذا المعاق قادر على العمل. فإذا سجل أو اتضحت نتيجة البحث عنه في موقع وزارة الشؤون الاجتماعية أنه قادر على العمل، يكون
يقوم بالتعاقد معه وتوظيفه لديه، وأيضا يحصل على ميزة إضافية من توظيفه ألا وهي احتسابه بأربعة في نطاقات، وهذا يعني تمييز إيجابي يعني في سوق العمل. نعم. لكن تحديدا أستاذ أنور، يعني هل لديك خلفية عن كيف يتم تصنيف ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية؟ والله ما عندي تصنيف أنا بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية، يعني يمكن إحنا بعيدين شوي عن وزارة الشؤون الاجتماعية، إحنا نتكلم عن وزارة التعليم. أنا زي ما قلت لك وزارة، يعني هو في عرف دولي إنه لكل معاق الحق في العمل، هذا من ضمن القوانين اللي موجودة في المادة 27 من قانون العمل والعمال العالمي، إنه كل شخص معاق له الأحقية في العمل بدون التفرقة، بدون التمييز، بدون أي شيء. من ضمن الناس اللي وقعت أو من ضمن الدول اللي وقعت على هذا الاتفاقية المملكة العربية السعودية. جميل. فإذا هي ملزمة في هالنقطة تحديدا أستاذ، وأعتذر على المقاطعة، لكن ليس هناك يعني بعض يعني نقول مفاهمات ما بينكم وبين وزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة التعليم تحديدا لتوضيح مثل هذه النقاط المهمة؟ والله شوف، احنا يعني حاليا في الفترة الحالية لا، ما في ذاك النقاش بيننا وبين وزارة الشؤون الاجتماعية، لأن احنا يفترض انه كوزارة التعليم ان نعلم الطالب يعني المبادئ التعليمية أو التربوية، لكن في خلال الثلاث سنوات الأخيرة تم وضع منهج جديد لطلاب التربية الفكرية المرحلة الثانوية. من ضمن المنهج هو تدريب ميداني خلال الفصل الدراسي الثاني من السنة الثالثة الثانوية، واللي شفناهم الآن طلاب التدريب الميداني في شركة، في أحد الشركات التجارية وهي شركة بندا. تم عمل مذكرة تفاهم ما بين إدارة تعليم الرياض وما بين شركة بندا لتدريب الطلاب لمدة فصل دراسي كامل. طبعا هذا من ضمن المنهج المخصص للطلاب هذه المرحلة. طبعا يعني أنا يؤسفني أني أقول أنه والله وزارة الشؤون الاجتماعية مقلة أحيانا في قبول الطلاب. إحنا وش اللي دعانا أن نسوي برنامج التدريب الميداني هذا أو البرنامج المهني للطلاب هذه؟ لأنه لما يطلع الطالب من عندنا في المرحلة المتوسطة في برامج التربية الخاصة في وزارة التعليم إلى وزارة، يفترض أن وزارة الشؤون الاجتماعية تستوعب الطالب هذا، لكن هي ما تستوعب إلا أعداد بسيطة تقريبا 10-20%، يبقى تقريبا 70-80% من الطلاب موجودين خارج، لا قبلتهم وزارة التعليم ولا قبلتهم وزارة الشؤون الاجتماعية. فبالتالي اضطرينا أنه نفتح مرحلة ثانوية. نعم. للطلاب هذه، ونضع 50% من المنهج في المرحلة الثانوية هو منهج مهني ونعتمد فيه على القطاع الخاص بشكل كبير. نعم. وزي التقرير اللي شفناه الآن هو عبارة عن تدريب مهني للطلاب في داخل الأسواق. نعم. أيضا الأسواق. انتقل لك مهندس منصور، يعني كما تحدثت قبل قليل أنه يعني يحتسب يعني المعاق بأربعة سعوديين في نظام وزارة العمل، من هذا الجانب كيف ترى توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص وأنتم يعني مطلعون على هذا الأمر؟ الحقيقة وزارة العمل، أول شيء نظام العمل في الحقيقة المادة 28 ألزم كل صاحب عمل لديه أكثر من 25 عامل أن يوظف ما لا يقل عن 4% من عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة. وزارة العمل أيضا أعطت تمييز إيجابي للمعاقين، أن سمحت أنه توظيف معاق يعتبر عن 4 سعوديين، وهذا يرفع نسب التوطين لدائم منشأة على أن لا يزيد، يعني وضعت مقياد عن 10% من عدد السعوديين العاملين في تلك المنشأة. هذا أعطى ميزة إيجابية جدا للمعاقين ودفع المنشآت للبحث عنهم وتوظيفهم، لأنهم يحتسبون مقابل 4 في نسب التوطين. هذا أيضا انعكس بشكل كبير على الأجور المدفوعة لهم، أصبحت تعرض عليهم أجور لائقة ومرتفعة حتى أكثر من الأجور التي تعرض على الأشخاص السليمين، فهذا كل شيء إيجابي. لكن في الحقيقة الصعوبة التي نواجهها الآن هي عدم تفهم أولياء الأمور. أولياء الأمور لا يرغبون في الحقيقة في توظيف أبنائهم توظيفا حقيقيا نتيجة خشيتهم من قطع إعانة الإعاقة عن أبنائهم. هم يعتقدون أن حينما هذا المعاق يتم توظيفه فأن وزارة الشؤون الاجتماعية سوف تقوم بقطع الإعانة. قد يكون هذا صحيحا إذا ارتفع الأجر إلى حد معين وبالتالي تنقطع اوتوماتيكيا الإعانة. نعم، كم الحد المعين لقطع؟ أنا أعتقد أنه فوق 3000 ريال إذا كان أعزب تقريبا 3000 تقطع، ويمكن متزوج 3500، هذا جعلهم هم يرتضون ب 800 ريال شهريا إعانة، يقولون هذا قليل ثابت أحسن من راتب شهري غير مضمون أو قد تقطع عنه. لكن في الحقيقة نحن نعمل على حل هذا الإشكال، معالي وزير العمل ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية
يعني في الحقيقة أبدوا اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع، إن شاء الله عن قريب سيتم إزالة هذه العقبة. جميل. ونعمل في الحقيقة توعية أولياء الأمور، توعية أولياء الأمور مهمة، أن هذا الشاب حتى وإن كان معاقل فإنه بإمكانه أن يحصل على مسار وظيفي كبير، وأن يتبوأ مناصب، وأن يحصل على أجور عالية. وقد شاهدنا نماذج في الحقيقة في القطاع الخاص، يمكن شاهدنا نموذج، أنا كان ودي حتى تعرض في التقرير، من ذوي الإعاقة الأطراف الأربعة، يعني شلل رباعي ومع ذلك يتبوأ منصب رئيس تنفيذي وراتبه أعلى من راتب وزير. فهذا يعني سوق العمل يطلب، يطلب كافة القدرات، كافة الشباب حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة، الفرص موجودة في السوق، لكن نعمل في الحقيقة من أولياء الأمور الاستفادة من تلك الفرص وعدم اللجوء لأساليب أخرى لا نرغب مشاهدته في سوق العمل. إذن مهندس منصور، نظام العمل وفر القوانين والميزات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على عمل، لكن هل أصحاب العمل استغلوا هذا الجانب في يعني بعض الأحيان على سبيل المثال توظيف المعاق وهميا؟ شوفوا هو في الحقيقة يعني توجد بعض الحالات الشاذة وربما تكثر في بعض المناطق وكذا، لكن احنا نقول دائما ولي الأمر المعاق أو أبيه أو والدي يجب أن يفهم، يعني شاهدنا بعض الممارسات من أولياء الأمور في الحقيقة أن يقوموا بتسجيل أبنائهم في شركات ويتحصل على تلك المبالغ حتى بدون بقية أفراد العائلة ما يعلمون بذلك، لكن ندفع أولياء الأمور أن يشجعوا أبنائهم على العمل، على لأن هذا في الحقيقة دمج للمعاق في المجتمع، بإمكانه أن يسلك مسلك وظيفي، الفرص الوظيفية موجودة الآن، يعني لا يمكن أن يتحجج طالب عمل أنه لا توجد فرصة وظيفية الآن مع جهود وزارة العمل في دفع القطاع الخاص نحو التوطين. الكثير من مراكز التوظيف تعلن ولا يتقدم لها أحد. ما الذي يدفعك إلى هذا المسلك وأنت بإمكانك أن تجد وظيفة وتحصل على راتب وتكتسب الخبرة وتزداد أجرك سنويا؟ ما هذا يعني ما هو السبب في أنك تلجأ إلى الكسل وإلى أنك ترضى بمبلغ قليل؟ دور في تنمية المجتمع. نعم. لكن لعلنا نعود إلى هذه النقطة وهي نقطة مهمة، السعودة الوهمية، لكن قبل هذا أنت تحدثت عن أمر مهم وهو رفض بعض الآباء لعمل وولياء الأمور لعمل أبنائهم. أستاذ يعني أنور، كيف ترى هذه المشكلة؟ يعني هل هي موجودة فعلا بشكل كبير؟ نعم هي صحيح، هي موجودة، ومثل ما تفضل المهندس منصور هي موجودة طبعا، لكن احنا ما ناخذها من يعني صحيح في بعض الأسر أو في بعض أولياء الأمور يستغل أنه ممكن توظيف ولده في المعاق بشكل سريع، لأن الآن الشركات الخاصة أو رجال الأعمال يبحثون عن الطالب المعاق لأنه أو الشخص المعاق، لأنه يعني نسبة السعودة يعني ترتفع عنده بشكل كبير، وبالتالي بعض الأولياء الأمور يتعامل. لكن في جانب آخر أيضا هي الحماية الزائدة عند أولياء الأمور أيضا قد تضر بالمعاق نفسه، لأن نجد بعض الآباء عنده حماية زائدة لابنه، فبالتالي هو يقول لا أنا خليني الولد هذا يعني يسجل على أنه موظف لكن أنا بخليه في البيت ما أبغى يشتغل. وهذه دائما إحنا ننصح أولياء الأمور دائما بأن الولد هذا يعني لن يبقى حبيس البيت نهائيا. جميل. يجب أن يكون له دور، يعني معليش على المقاطعة، لكن السؤال المهم، يعني بعض الآباء الذي قد يتابعنا الآن ولديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وربي منعم عليه، نعم، يعني خلينا نقولها ممتاز، يعني ممتاز، يقول ليش أنا أوظف ولدي؟ ممتاز، وش اللي بيخليني أخلي ولدي يعني يدخل سوق العمل؟ نعم. ويتوظف ويتبهذل، وش السبب؟ يعني أنا أقول الآن هل ولي الأمر هذا سيبقى له إلى الأبد للابن؟ هذه نقطة مهمة. هل سيبقى إلى متى الابن سيعتمد على أبوه؟ إلى متى الابن سيعتمد على المصروف اللي يأتي من أمه أو أبوه أو كذا؟ ألا نريد أن يصبح لهذا الولد كيان، أسرة، مجتمع؟ إحنا كلنا عارفين بأن المعاق يستطيع الزواج، يستطيع الإنجاب، يستطيع يستطيع يستطيع، وبالتالي هو مكمل لحلقة المجتمع. أيضا هذه نقطة مهمة، يعني إحنا إذا كان المجتمع قد يكون له دور في هالموضوع، بعض الآباء قد يرى أنه المجتمع له دور، ونظرة المجتمع لي ابن الذي يعمل في سوق العمل انه والله الاب لم يستطع توفير المال او وما الى ذلك، وايضا من جانب اخر قد يكون المجتمع يمارس بعض المضايقات على ذوي الاحتياجات الخاصه في سوق العمل. طبعا اخي احمد، انا دراستي في يعني كانت في رسالتي في الماجستير عن دور القطاع الخاص في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصه،
كانت من ضمن المشاكل أو المشكلة الأولى اللي كانت يعاني منها القطاع الخاص هي توفير وسيلة النقل. لكن المشكلة الثانية كانت نظرة الزملاء المعاق له أثناء العمل، كانت هذه مشكلة. طبعا يمكن لو يعني المتتبع لمسيرة التربية الخاصة أو للمعاقين من خلال 20 سنة الماضية نجد بأن هناك تطور كبير في وعي المجتمع لوجهة نظره نحو الطالب المعاق. يعني قبل حنا أثناء قبولنا لبعض الطلاب كنا نروح للبيت ونطق على أولياء الأمور قلت تعالوا سجلوا أبنائكم في مدارس للتربية الخاصة أو في مراكز، فكان بعض الأولياء الأمور يقول أنا أصلا ما عندي ابن معاق، ما عندي، يعني كان يرفض الاعتراف بأنه عنده ابن وحنا عارفين أنه عنده ابن معاق. الآن ما شاء الله مع انتشار البرامج الآن الموجودة ومع انتشار المراكز المعاقين بشكل كبير أصبحت الآن التوعية موجودة، يجي ولي الأمر ويجيبه معه، بل يمكن أحيانا تروح إلى مناسبة معينة كزواج أو حفل أو كذا تلاقي ولي الأمر جايب معه ولده، أما هو كثيف أو معاق حركيا أو عنده تربية فكرية أو توحد، صارت ما في إشكالية. يعني ما هي بذيك الإشكالية الآن أنه المجتمع، بالعكس أنا أشوف أن المجتمع متطور الآن، التوعية أصبحت كبيرة، لكن ما زلنا بحاجة، أنا ما أقول أنه انتهينا، لا ما زلنا بحاجة إلى أنه يعني نوعي المجتمع هذا، ولعلنا إن شاء الله في يعني في السنوات القادمة حيكون في هناك برامج للتوعية تتبناها وزارة التعليم بإذن الله. لعل الكلام والحديث عن هذا النقطة تحديدا تعامل المجتمع مع ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل تحتاج إلى مزيد من الأسهاب، لكن نعود إليها بعد الحديث معك أستاذ منصور أو مهندس منصور عن يعني كيف نكافح السعودة الوهمية التي تحصل لذوي الاحتياجات الخاصة. مثل ما تحدثت على سبيل المثال وذكرت مثل المثال أنه بعض الآباء قد يعني يقدم ابنه على أنه موظف في شركة ما، يستلم الفلوس والراتب بس ابنه في البيت ولا يعمل، حتى الابن قد لا يعلم أنه مسجل في شركة أو قطاع خاص. شوف هو فيه يعني عشان نكون واضحين، بعض الآباء يتحجج بمسألة النقل، أن النقل بالذات يعني لذوي الاحتياجات المعاقين إعاقة شديدة تعتبر صعوبة كبيرة في نقلهم بشكل يومي إلى الشركة ورجوعهم، هذه تعتبر مشكلة كبيرة قد لا تجعلهم في الحقيقة يقومون بتوظيفهم. لكن أيضا وزارة العمل أطلقت برنامج جميل وهو التوظيف عن بعد، العمل عن بعد، وسمحت لتوظيف المعاقين عن هذه عن طريق هذا البرنامج، فأصبحت أيضا فرصة للمعاق أن يتوظفها في منزله بدون أن يتعرض لهذه الإشكاليات وهي إشكالية المواصلات من وإلى مقر الشركة وصعوبة نقله بشكل يومي إلى مقر العمل. يعني في الحقيقة نأمل من جميع الشركات ونأمل من جميع الآباء أيضا توظيف أبنائهم إذا كانوا لا يستطيعون نقلهم في الحقيقة إلى مقر الشركات أن يوظفوهم في برنامج التوظيف عن بعد. لكن أيضا نأمل في الحقيقة عن طريق يمكن صندوق الموارد البشرية وعن طريق بعض الجمعيات وشركات المسؤولية الاجتماعية أن تقوم بتوفير وسيلة مواصلات أو شركة متخصصة في نقل ذوي الاحتياجات الخاصة. مثل ما تعرف أن نقل ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى مركبات وتجهيزات معينة لا تتوفر في الشركات الموجودة والعاملة في السوق السعودي، مما يجعلنا نحتاج في الحقيقة إلى إيجاد هذه الشركة التي تستطيع نقل ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لهم القدرة للذهاب للعمل. يعني العمل واتجاه المعاق للعمل في تلك الشركات بالتأكيد سيؤثر على نفسيته وسيساعده على دمجه في المجتمع بشكل سليم. جميل. لكن مهندس منصور يعني بعض الشركات التي ديدنها هو السعودة الوهمية، مثل ما تحدثنا عن الميزات التي نعم. تكون من خلال هذا الأمر يحسب في برنامج التوطين أربعة سعوديين ذوي الاحتياجات الخاصة. بعض الشركات يعني قد تقدم مثلا أو تبحث عن أحد ذوي الاحتياجات الخاصة من يرغب في الدعم أو في المادة، تقدم له مثلا مبلغ معين كل شهر على أنه موظف موجود، ما يهمها أنه والله أنا أوفر أو أني أسعى أو أنه عنده مواصلات ولا ما عنده مواصلات، مهم أنه مسجل عندي من ذوي الاحتياجات الخاصة وبنسبة 4 سعوديين مقابل 4 سعوديين. هل هناك آلية معينة في وزارة العمل لكشف مثل هذه الأمور؟ أولا هو تم الحد منها باشتراط وزارة العمل أن لا يزيد عدد المعاقين المسجلين في المنشأة عن 10% من عدد السعوديين العاملين في تلك المنشأة. صحيح. فأصبح هذا لا يشكل فرق كبير للمنشأة لكي تتلاعب. ومع ذلك أيضا انتشرت
فرق التفتيش في كل مكان للتفتيش عن هذه الظاهرة. وزارة العمل أصبح لديها تفتيش إلكتروني، أصبح لديها تفتيش موجه، صارت تتقصى عن هذه الظواهر وتكتشفها. وفي الحقيقة يمكن الإنجاز الكبير الذي عملته وزارة العمل اللي هو برنامج حماية الأجور، أصبحت تتأكد إلكترونيا من الأجر المدفوع ومقدار الأجر المدفوع أنه كما هو مسجل في التأمينات الاجتماعية. إذا ما الذي يدفع صاحب العمل للقيام بتلك الجريمة؟ جلسنا مع بعضهم يقولون أنه الآن لا يوجد لدينا عدد كافي من المتقدمين لشغل الوظائف التي نعلن عليها. هذا احتجاج مرفوض في الحقيقة. يجب أن تبذل المنشأة جهود أكبر في تدريب وتوظيف السعوديين، في البحث عنهم، أن تعرض أجور أكبر حتى تستطيع إغراهم. أيضا من ناحية المواطن للأسف الشديد، ما الذي يدفعك إلى ممارسة هذه الجريمة؟ لماذا تريد أن تقضي عمرك كله وأنت تتقاضى 3000 ريال؟ أنت إذا استطعت أن تحصل على 3000 ريال ربما السنة الجاية لن تستطيع الحصول عليها لتزايد أعداد طالبي العمل، وسينافسونك وسيعملون برواتب 4 و5، وستقضي وزارة العمل على هذه الظاهرة سواء خلال هذه الأشهر أو اللي بعدها. فأنت يجب أن تسلك، أن يكون لديك طموح وأن تعمل وأن تترقى ويزداد أجرك سنويا، وأن تكتسب الخبرات والمهارات لكي تصبح شخصا مؤهلا ذو خبرات وذو قيمة في سوق العمل. أما إذا ظللت تأخذ هذا المبلغ الزهيد وتظل في بيتك فأنه لن يستمر هذا الحال، وستجد نفسك بعد فترة بدون أي خبرة وبدون أي مهارة، وستبدأ السلم من جديد. جميل، هذا ما كنت أريد توضيحه منك مهندس منصور، هو أنه عندما تستمر في العمل سيكون هناك يعني على سبيل المثال ويعني نقولها بالعامين يكون في ترقيات، في ميزات أكثر تجي كل سنوات كل سنة. لكن أعود إلى نقطة المجتمع معك أستاذ أنور، يعني ماذا يجب على المجتمع لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص؟ مثل ما شاهدنا في التقرير أنه يوجدون في شركات تقدم منتجاتها مباشرة للمستهلك. نعم. قد يكون هناك احتكاك مباشر ما بين الشاري وما بين ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا التوجيهات التي ممكن أنه المجتمع يفهمها ويعيها من أجل عدم مضايقة ذوي الاحتياجات الخاصة في عمله. ممتاز. أنا خليني قبل أقول أخي أحمد على التقرير اللي شفناه قبل شوي. طبعا هو التقرير هذا عبارة عن تدريب للطالب، طبعا تدريب فيه 6 مهن، احنا اخترنا 6 مهن من المهن اللي ما فيها احتكاك مع الجمهور بشكل كبير. أثناء فترة التدريب حنا يعني نفضل أن لا يصير يعني لا يكون هناك احتكاك مع الجمهور بشكل كبير، لكي لا يصبح يعني في مجال مثلا سوء فهم الشخص الآخر. ثانيا حنا يعني نرغب من جميع المتسوقين أو من يرى منهم معاق أن يعني يعتبر شخص عادي، هذا اللي يعامله على أنه عادي جدا. أنا عندي واحد من الأصدقاء كفيف، أحيانا أتكلم أنا وياه بشكل عادي أقول له أنت شفت الأمر هذا أو فأنا أسكت أحيانا شوي، لأنه عملية أني شفت أو كذا بالنسبة له هو غير واضحة، ما يرى، فيقول لا عادي. أنا يعني أنا يحزنني أن بعض الناس يقول أنهم يتكلمون بالشكل هذا ويسكتون لما يقول كلمة ما شفت أو كذا. تكلم معي عادي، عاملني على أني عادي عاملني على أني عادي، سواء كان معاق حركيا سواء كان عنده تخلف عقلي توحد، عامله بشكل عادي جدا، عامله بشكل عادي. أنا ما أقول أنك انزع الرحمة منك أو الشفقة أو كذا، لا، لكن عامله بشكل عادي جدا. الأمور يعني خليني أضرب لك مثال أخي أحمد، حنا قبل فترة أيضا تم اتفاق مع أحد الشركات الوطنية أيضا، إذا سمحت لي أقول اسمه ما في إشكالية. لا دون اسم له. طيب إحنا بعض الشركات الوطنية الآن تعمل في مجال المطاعم أنشأت داخل إحدى المدارس التعليم عندنا مقر للتدريب مصغر على أنه مطعم، نفس المطعم. بدأ الطلاب يتدربون داخل المقر هذا عندنا، يأتي مدرب من نفس الشركة ويدرب الطلاب 3 أيام في الأسبوع. بعد تقريبا مرور حوالي 3 شهور استأذنونا الشركة، قال حنا وجدنا بأن عندكم 1، 2، 3، 4 من الطلاب جيدين، هل ممكن نوظفهم؟ كنا حنا بالنسبة للتوظيف نأمل أن توظفوهم، وهذا بصراحة الهدف الأساسي لنا، أن الطالب يصبح، لأن الطالب عمره 22-23 سنة لابد أنه يأخذ مساره في الحياة. لكن قلنا الأمر هذا عند ولي أمره مو عندنا حنا، تبوا توظفونا يعني اتصلوا بولي أمره مباشرة. هذا الطالب اللي كان مميز عندهم يرسل لي رسالة الأسبوع يمكن أو قبل شهر من الآن، يقول الأستاذ أنور أبشرك تمت ترقيتي في العمل وإن شاء الله الشهر القادم سأتزوج.
صراحة أنا يمكن الفرحة ما كانت يعني جدا استانست للأمر هذا. وأنا فعلا هذا إحنا يعني هذا الهدف الأساسي. يعني إحنا والله ما نبغى من عملية اللي قاعدين نركض وراء الموضوع هذا إلا فعلا إنه يكون الطالب هذا مثل ما قلت قبل شوي إنه مؤسس ومكمل لحلقة أو الدائرة المكملة للنسيج المجتمعي اللي هو يفترض أن يكون عنده أبناء، يفترض أنه يكمل المجتمع، وهذا اللي حاصل الحمد لله. فأنا أقول لك كنظرة مجتمع أصبحت الآن يعني أفضل بكثير. نتمنى من المجتمع معاملة كل المعاقين كأنه طالب عادي أو كأنه شخص عادي، لا يكون بينهم تفرقة نهائيا، وهذا ما نرجوه إن شاء الله، وهذا موجود حاليا. نقطة أخرى، يعني ماذا يجب على الشركات التي أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي يعني بشكل عام، نعم، أن يقدمه للمجتمع من أجل عدم من أجل توعيته في هذا الجانب، خصوصا من يوظف ذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله شوف، في يعني في مقترحات كثيرة. يعني أنا أقول يفترض أن الشركات تسويها عشان موضوع يعني تساعد توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة. في أمور كثيرة يفترض أن على الشركات، إذا كان هذا سؤالك. لا، أنا أقصد يعني نظرة المجتمع، يعني زي اللي لاحظناه في التقرير، أنه ألا يجب على الشركة مثلا تضع لافتات معينة في أماكن معينة مثلا على سبيل المثال؟ نعم. ماذا يجب على الشركة؟ نعم، سألنا السؤال هذا من قبل الشركة، قال إحنا ممكن نعطيهم باج معين أو بطاقة معينة نكتب فيها. قلت لا، إحنا ما ودنا إنه يصير في موضوع أي تفرقة بينه وبين، حتى لو لاحظت الملابس اللي هم لابسينها هي ملابس نفس عمال الشركة، والآن نعطيهم البطاقة، بطاقة الدخول والخروج. إحنا نحسس الطالب هذا على إنه فعلا هو موظف. بنهاية كل شهر أنا قلت أنت تأخرت كذا، أنت عليك كذا، أنت عليك كذا. طبعا هو ما له لا راتب ولا له أي مكافأة، لكن حنا نشعر الطالب أنه أنت تعال، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، أنت عندك كذا، عشان يشعر بالمسؤولية، يعرف أنه في مسؤولية. الآن الشركات، حنا قلنا لجميع الشركات اللي نتعامل معهم أنه رجاء عاملوا الطالب كما تعاملون موظفكم العادي جدا، لا تفرق بين العادي وبين المعاق. جميل. مهندس منصور، يعني كيف ترى يعني دور بعض المؤسسات وأيضا الهيئات في تعزيز عنصر التدريب ويعني محاولة تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدخول القطاع الخاص أو أيضا للتوظيف؟ نعم، في الحقيقة نحن نلمس في سوق العمل احتياج إلى تعريف في الحقيقة كل إعاقة والوظائف أو المهنة التي ممكن تأهيله وتدريبه عليها. نحن نحتاج في الحقيقة كمنشآت قطاع خاص أن تقوم سواء وزارة الشؤون الاجتماعية أو المؤسسات الشقيقة لوزارة العمل ومسألة العمل التعليم الفني، أن تقوم بصياغة في الحقيقة كل إعاقة والمهن والوظائف التي يمكن تأهيله عليها، وأن يكون هناك تأهيلا متخصص للمعاق وما يستطيع أن يقوم ويؤديه من أعمال. فبالتالي هذا سيزيد في الحقيقة إقبال تلك المنشآت على التوظيف، لأنها ستجد طالبي عمل مؤهلين. الآن للأسف الشديد ذوي الاحتياجات الخاصة، تقصد المهندس منصور أنه من الصعب أنه كل شركة تقيم مركز تدريب أو تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة؟ من افترض أن يكون هناك جهة معينة ومحددة؟ نعم، تأهيل نعم، هو توجد مراكز في الحقيقة تأهيل شامل وتوجد مراكز تدريب المهني الذي يمكن دمجه، لكن نحتاج نعم إلى أن يكون هناك تعريف لكل إعاقة وما والمهن التي يستطيع أن يعمل فيها هذا المعاق. مثلا إذا كان مثلا عنده شلل رباعي، ممكن يكون عامل سنترال أو يرد على الهاتف عن بعد مثلا، يعني كل وظيفة. أو إذا كان هذا يعني إذا بعض الأنواع من الإعاقة لا يستطيع أن يجلس على كرسي، بعض الأنواع يعني أن يحدد لكل إعاقة نوعية من المهن التي يمكن تأهيلها عليها، وأن تقوم مركز تدريبي متخصص بتأهيلهم على تلك المهن. هذه ستضبط في الحقيقة، ربما تكلمت عن التوطين الوهمي، ستضبط أيضا سرعة دخول المعاق لسوق العمل وإيجاد فرصة وظيفية بأجر حقيقي يستحق ذلك، نظير ما تلقاه من تأهيل وتدريب في تلك المهنة. جميل. هل نقطة تحتاج إلى مزيد من الحديث فيها، لكن نأخذ اتصال من ضيف الله من الرياض. حياك الله ضيف الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. أرحب فيك أخوي وفي ضيوفك الكرام. يا مرحبا فيك ضيف الله. والله أنا عندي محورين، ودي أني نقطتين بالضبط أنا ودي أتكلم مع الأستاذ. تفضل ضيف الله. عندي أنا أتكلم على التوظيف السعودة أو السعوديين بالرفع في المقاولات. الحين أنا عندي مقاولة، أنا موظف سعوديين، لكن في الحقيقة أنا لا يوجد عندي ما أحطهم فيه، يعني
ما في موقع اني اوظف السعودي اقول الله هذه وظيفه لك الا السعودي، لان تعرف المقاولات كلها حمالين و زي ما اتكلم انا يعني. جميل، انت تقصد تحديدا ضيف الله ذوي الاحتياجات الخاصه ولا؟ لا لا لا، انا اتكلم عن السعودي بشكل عام، يعني ذوي الاحتياجات الخاصه. طيب المقاول الثاني ضيف الله يحتاج السعوديين. في عندي اقتراح، انا ودي يعني ان وزاره العمل يعني انها تقدم كيف يعني تحط على المهن، يعني انا انت المهنه وش اللي عندك نساعد عليها بعدد كذا في المية، يعني المقاول يعني يبغى له نجارين، حدادين، سباكين، كهربائيين، يعني وانت تعرف السعودي ما راح يجيك يشتغل لك 3000 ولا 4000، حتى لو اعطيك 5000 ما راح يشتغل لك سباك ولا يشتغل لك حداد ولا نجار ولا حاجه زي كذا. جميل، هذا اللي اتكلم عنه يعني. ضيف الله، ترى النقطه الثانيه مش واضحه، يعني تقصد ذوي الاحتياجات الخاصه تحديدا ولا؟ لا لا، الاحتياجات الخاصه ممكن انك تاخذ لك الاحتياجات الخاصه تحطها على ايسر على التلفون او على السنترال او على التلفون من بعد، ما في عندنا مشكله في هذا. لكن اتكلم اذا انا محتاج ل 10 سعوديين وانا مقاول مثلا، وعندي 100 شخص وعندي 10 سعوديين، انا وين اشغلهم فيه؟ هذا الكلام يعني ما لهم عندي شيء، حتى هم يجلسون ما يجلسون، يجلسون معي شهر شهرين 3 أشهر ماكسيمم 6 شهور. جميل، يبدأ يتعامل حكومي. واضح ضيف الله، يعطيك العافيه. يمكن انت تتكلم عن السعوده بشكل عام، بس احنا نتحدث عن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصه بشكل خاص، و يعني كنت اتمنى انك تدخلنا في الموضوع. ناخذ عمر من الطائف، حياك الله عمر. الو، يا مرحبا عمر، حياك. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. يعني خصوص توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا عندي طفل عمره 6 سنوات يعاني من متلازمة. تفضل عمر. عمر لو ترفع صوتك شوي، شباب ترفعون لي الصوت. ألو، تفضل عمر. يقول أنا عندي طفل يعاني من متلازمة ويليام عمره 6 سنوات. فحبيت أن يكون التأهيل أهم قبل التوظيف. يعني نعاني عندنا في المملكة من عدم توفر دمج تأهيل معلمات أو معلمين ذوي الاحتياجات الخاصة. جميل، يعطيك العافية عمر. عندك سؤال ثاني؟ اللي أبغى اللي هو توفير المراكز أو معاهد الدمج أو روضات الدمج، تأهيلهم من بدري يعني. واضحة، يعطيك العافية عمر، شكرا لك. أعود لكم ضيفي الكريم، لعلي أبدأ بسؤال عمر ومعك أستاذ منصور. يعني تحدث أنه ابنه في 6 سنوات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه يعني ما فيه تأهيل ولا فيه، يعني هو يفكر يمكن مستقبلا. نعم. يقول لك مفروض أنه فيه تأهيل من البداية ودمجه بالمجتمع منذ يعني البداية. هو طبعا أخي أحمد بالنسبة لعمر 6 سنوات يمكن يعني من الصعوبة أنك تبدأ تأهله على مهنة معينة أو كذا. يعني احنا دائما عادة يعني مع المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية تبدأ بروز الاهتمامات عند الطالب، قد يصير له اهتمامات معينة كحاسب آلي أو رسم أو ما إلى ذلك. لكن من عمر 6 سنوات أنا أشوف من الصعب أنه يتم تأهيله إلى مهنة معينة. وعادة عندنا 6 سنوات وما قبل 6 سنوات هو مناط بالجانب النسائي، يعني من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات هذا موجود عند الجانب النسائي، وبالتالي أيضا من الصعب أن النساء يدربونه على مهن معينة. فأعتقد أنه إن شاء الله إذا كبر شوي الطالب أو صار عمره يمكن من 12 أو 13 سنة تبدأ تبرز عنده بعض الاهتمامات أو الميول، وبالتالي ممكن أنه يتدرب عليها. لكن إذا سمحت لي، النقطة اللي أشار لها المهندس منصور قبل شوي اللي هي يعني عدم وجود، أنا أشوف أنه عدم وجود مراكز تدريب متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة هذه فيها إشكالية أيضا. يعني أحيانا تقوم الشركات بتدريب الطالب وهي ما عندها الخلفية يعني التربوية أو الخلفية التعليمية كيفية التعامل مع الطالب هذا. من المفروض أن يقوم بمثل هذه المراكز؟ والله إحنا يعني في الآن مشروع، هل وزارة التربية أم نعم. المؤسسة العامة للتدريب هذه إشكالية. يعني أنا أشوف أنه يفترض أنه المؤسسة العامة للتدريب الفني يعني هي المفروض أنها تقوم باعتبار أنها هي متخصصة بالشيء هذا. لا وزارة التعليم يعني عندها التخصص المهني، ولا وزارة الشؤون الاجتماعية أيضا عندها التخصص المهني. التخصص المهني موجود عند المؤسسة العامة للتعليم الفني. لكن في مشروع توافق الآن اللي قائم عليه أعتقد صندوق تنمية الموارد البشرية حاليا، أعتقد أنه يسعون الآن إلى دعم
رجال الأعمال أتصور حسب ما فهمت بإنشاء بعض المراكز التدريبية لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي هم حيسووا سيرفي أو حيسووا مسح لرجال الأعمال، وش المهن المطلوبة الآن من رجال الأعمال اللي تحتاجون أنه تغطى بذوي الاحتياجات الخاصة؟ إذا حددت 10 أو 12 مهنة حيساعدوا صندوق تنمية الموارد البشرية، حيساعدوا بعض رجال الأعمال على افتتاح بعض المعاهد التدريبية اللي حتتخصص فيها المهن هذه، وبالتالي حيتخرج الطالب من مرحلة ثانوية مثلا من مدارس التربية الخاصة أو مدارس الدمج، حيدخل ياخذ دبلوم معين في المهنة اللي هو قادر عليها، وبالتالي حيكون العمل موفر له أوتوماتيكلي أو بشكل تلقائي. ونأمل يعني طبعا أنا مشروع توافق مشروع جبار جدا، إذا مشى بشكل سليم أنا أتصور أنه بإذن الله خلال فترة سنوات يعني محدودة لن يبقى عندنا أي طالب أو أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ما عنده يعني بدون وظيفة بإذن جميل الله. وهذا أيضا ما نسعى لا ونريده، يعني أنه يكون عنصر فاعل في أكيد. تنمية المجتمع سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي وفي كافة المجالات. أحسنت. أيضا أستاذ أو مهندس منصور، يعني كيف ترى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الآن في توظيف المعاقين، تقييمك لهذا الأمر؟ والله شوف، هي القطاع الخاص تفاعل بشكل كبير مع جهود ومبادرات وزارة العمل نحو دفع عملية التوطين، وأصبح يقوم بصفة مستمرة عبر العديد من قنوات التوظيف سواء مراكز التوظيف في الغرف أو عبر طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية بالإعلام بشكل مستمر عن الشواغر الموجودة في القطاع الخاص، ويطرح الكثير من الفرص الوظيفية للشباب وبأجور ارتفعت، مثل ما تفضل الأخ الكريم المتصل، الآن الأجور في القطاع الخاص لا توجد أجور 2000 أو 3 أو 4، يعني أصبحت كلها فوق 5000، والفرص متوفرة بشكل كبير، بل إن الكثير من الفرص الوظيفية الموجودة أو التي يتم الإعلان عنها في مراكز التوظيف لا يتقدم لها أحد، فبالذات يعني لدى العنصر لدى الذكور، طبعا أنا أتكلم لدى الشباب، أنه الكثير من الفرص الوظيفية موجودة لا يتقدم لها أحد. ربما توجد بعض الإشكاليات لدى النساء في التوظيف، لكن بالنسبة للذكور في المدن الكبرى انحصر في الحقيقة عدد المتقدمين. نأمل من الشباب في الحقيقة وبالذات من أخوتنا المعاقين أن يتقدموا لتلك الفرص، الفرص موجودة وسيحصلون على أجور مرتفعة جدا في حال أنهم ذهبوا لتلك القنوات التوظيفية وتعرفوا على الكم الكبير من الفرص الوظيفية واختاروا ما يناسبهم والأقرب إلى منازلهم والأقرب إلى تأهيلهم، فأنا متأكد أنهم سيحصلون على أجور مرتفعة وسيجدون وظائف تناسبهم. جميل. وإن شاء الله عن طريق يعني فترات قصيرة سيحصلون على قفزات في الأجور والمناصب في القطاع الخاص. جميل. نأخذ اتصالين من منصور. حياك الله منصور. أم منصور حياك الله أم منصور. الله يعافيك. أنا عندي أختي تعبانة من ابنها مفقوعة الطبلة من الطفولة، والتأهيل الشامل أي يعطيها هذا تأهيل الله يرضى عليك، يقولون لا عمرها 47. أي التأهيل الشامل يعني يعطيها إعانة؟ إعانة؟ أيوة إعانة التأهيل هذا اللي يعطون 800 ألف ريال. وش السبب أم منصور؟ ما أدري، يقولون عمرها كبير يعني 47 إنها كبيرة يعني ما جميل. يعطوه. جميل، واضح منصور، يعطيك العافية. سعيد من الدمام حياك الله سعيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، يا مرحبا. السلام عليكم على ضيوفك الكرام. يا مرحبا فيك سعيد. أستاذي العزيز، بالنسبة للتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب خبرتي في شركة خاصة، الشركات الخاصة تعتمد على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة فقط للسعودة، لكن ما في تدريب. يعني لما تجي الشركة فقط تعين شاب سعودي بذوي الاحتياجات الخاصة، تبحث عن السعودة وما فكرت يوم من الأيام تدريبه، تطويره، تطوير أداءه. في شباب عندنا رافضين عملية السعودة الوهمية، يعني إنه ممكن يحصل على 3000-4000 ريال وهو جالس ببيته. الشاب يقول لا، أنا أبغى أعمل، أبغى أشتغل، لازم يحتاج إلى تدريب. إذا كان هو معاه الثانوية العامة فقط ويبحث عن وظيفة، حتى في وظيفة السنترال هو مجرد يعني فقط اللي يشتغل يرد على التليفون، ولا يحتاج إلى دورات تدريبية في العلاقات العامة، في كيف التعامل مع الناس.
جميل، واضح وجهة نظرك سعيد، واعتذر منك لانه لم يبقى لدي الكثير من الوقت، يمكن اقل من دقيقه ونصف. نتحدث عن دور وزارة التعليم في تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، يعني انت قريب من القطاع الخاص استاذ مهندس منصور، هل هناك تواصل بينكم وبين وزارة التعليم في هالجانب انه يتم تهيئة ذوي الاحتياجات الخاصة لتوظيفهم؟ في الحقيقة لا، نحن ليس تواصلنا اكثر مع وزارة العمل في الحقيقة، ومؤسسة العمل التدريب التقني وصندوق الموارد البشرية هي اللي يتم التواصل معها، لكن أبأكد أن القطاع الخاص يعني لا يوجد عذر الأخوة المعاقين أنهم لا يجدون وظيفة بأجر مرتبع في القطاع الخاص. القطاع الخاص الآن يعرض وظائف كثيرة، يعرض أجور. إذا تكلم الأخ الكريم أنه هناك من عمل في منشأة لا توفر له تدريب ولا توفر له وظيفة لائقة، بإمكانها أن يلاقي عشرات الفرص الوظيفية في قنوات التوظيف، في طاقات ومراكز التوظيف الغرف، وبإمكانها أن ينتقل إلى فرصة وظيفية لدى منشأة أخرى تعرض له كل الامتيازات سواء التدريب أو الأجر المرتفع أو المسار الوظيفي الواضح. نعم جميل. أستاذ أنور أختم معك في يعني هل ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الفترة أصبحوا أكثر اعتماد على النفس من خلال البرامج التي تقدم لهم سواء من خلال الوزارة أو أيضا من القطاع الخاص؟ صحيح صحيح، أنا لاحظ لو يعني لو في شارت عندنا كان شفنا أنه عملية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة أصبحت مرتفعة بشكل كبير، وساهمت طبعا في الارتفاع هذا القرارات اللي صدرت سواء باحتساب من ذوي الاحتياجات الخاصة بأربع أشخاص وما إلى ذلك. أيضا يعني أنا أعتقد أنه يعني يلزمنا إحنا في المملكة العربية السعودية قاعدة بيانات تكون سليمة 100%. لو تلاحظ الآن عملية يعني خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مناطة بأكثر من وزارة، يعني وزارة الصحة تخدمهم، وزارة الشؤون الاجتماعية تخدمهم، وزارة التربية والتعليم تخدمهم، وزارة العمل تخدمهم. حبذا لو كان في هيئة يعني تجتمع الهيئة هذه ويصير عندنا قاعدة بيانات واضحة وسليمة 100% لنعرف والله كم عدد الموظفين اللي عندنا من الذكور، كم عدد من الإناث، كم العاطلين على العمل منهم، وذيك الساعة نقدر نوفر لهم جميع الاحتياجات سواء كانت تدريبية أو غيرها من الناحية من النواحي البيئية والبنى التحتية. جميل. الأستاذ أنور الصقعبي مساعد مدير إدارة التربية الخاصة ورئيس لجنة التدريب والتوظيف بإدارة تعليم الرياض، شكرا لك. شكرا لك أخي أحمد. أيضا الشكر لك المهندس منصور الشتري رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل بمجلس الغرف. شكرا لك أستاذي. أيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم في حلقة الغد 10 مساء، إلى اللقاء.